السلام عليكم، اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. نقدم معكم طريقه ان شاء الله ديال السوفلي، ديال العجينه ديال السوفلي، واليكم المقادير. عندنا هنا نص كيلو ديال الفرس، نص كيلو ديال الفرس. عندنا هنا جوج حبات ديال الياغورت المسوس. عندنا هنا نص كاس ديال الزيت. عندنا هنا معلقه ديال سنيده، ومعلقه ديال الخميره، ومعلقه صغيره ديال الملحه. غنبداو على بركه الله نخويو هاد السنيده على الخميره، على الخميره ديالنا، نديرو عليها مويها باش نتفاعل مع بعضياتها. نخلطو سنيده مع الخميره، نخليوها تنفاعل. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله، نديروا الياغورت، الياغورت مسوس، نخويوه في القصعر. كيجي زويونين صراحه، كيجيو رائعين، قطنيين. نديروا الياغورت الثاني. نديرو نص كاس ديال الزيت رومية. نديرو معلقة ديال الملحة، ملقة صغيرة. نديرو الطحين ديالنا، نص كيلو ديال الفرس. نخلط داك الطحين مع الياغورت مع داك الزيت، نخلطو مزيان. يلا دابا فعط ما جمعناهم شي شويه، درنا بسسناهم بداك دانون وداك الزويته. غنديرو لهم الخميره ديالنا اللي انفعلت مع سنيده. نخلطو معاهم هاد الخميرة مزيان. ونكملو العجينة ديالهم بمويها تيتجمعو لنا، تولي عجينة منسجمة مع بعضياتها. نديرو لهم شوية د الما. نجمعوهم بمويها. ندلكوهم مزيان. نبقاو كندلكوهم بالمدافي. ندلكوهم مزيان ونجمعوهم، نخليهم يرتاحوا شي شويه وندورو نقدموهم معاكم ان شاء الله. احنا دلكناهم مزيان، دابا هدلكم مزيان. ها القوام ديالهم كتجي هكا، العجينه كتجي ماشي خفيفه بزاف، هي هذيك العجينه ديالهم زويونه، كيجيو رائعين. غنخليوهم يطلقوا واحد شويه، شي شويه تطلق هاد العجينه راسها لما تنفعل ديك الخميره، وان شاء الله ونكملوا معكم الطريقه. نعمروهم عمرهمش. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت، ها هي كي ولات ارتاحت مزيان. دابا ان شاء الله نبداو نكوروها. نبداو نديرو كويورات صغيورين بحال هكا، نخليهم يرتاحوا مزيان.
البطائر ديالنا، ومن بعد من عيرتاحو نعمروهم بالشكلاط. كيبقى العمارة كتبقى اختيارية، كل واحد باش كيبغي يعمرهم، كاين اللي كيعمرهم بالحلو، كاين اللي كيبغي يعمرهم بالمالح، كل واحد على حسب ذوقه. الوليدات كيحماقوا عليهم بالشكلاط، كيعجبوهم المذاق ديال الشكلاط. ها هما بعد ما كملنا الفطائر ديالنا، ها هما دابا طلقوا راسهم مزيان، نشدوهم ديروا زويته في المقصيعه، نطلقوهم مزيان هكا. باش نعمرهم بالشكلاط، ديرهم هكا نعمرهم بالشكلاط، بركو عليهم مزيان. بعد نبداو نسدو بحال هكا، نسدوهم مزيان. سدوهم مزيان، نحطوهم هنايا. من بعد ندهنوهم بالبيض ندردرو عليهم شويه السانوج، كيبقى على حسب اختيار كل واحد، باش اللي كيدير لهم الجنجلان كيدير لهم السانوج، كل واحد باش بغى يزينهم. نسدو عليهم مزيان باش ما يخرجش هذا السائل ديال الشكلاط. هكا ديرهم بعدين شي شويه باش ما يتلاصقوناش حيت عيخمروا، نخليهم يخمروا في الطبسيل مزيان. نعاود معاكم، الحشوه كتبقى اختياريه على حسب كل واحد، واحد باش كيبغي يعمرهم. يلا نكمل اللي باقي ان شاء الله ونرجع معاكم. دابا ندهنوهم بالبيض بعد ما كملنا هادو ديالنا السوفلي ديالنا، ندهنوهم بالبيض، ندردرو عليهم شويه ديال السانوج. تزيين كيبقى على حسب اختيار، يعني كل واحد باش كيبغي يزوقهم. ندهنوهم مزيان بالبيض، احنا كملناهم بالدهين ديال البيض. البيض خلطنا مع شي شويه ديال الخل باش ما كيجيش فيه الريحه ديال الزفر، درنا معاه واحد شويه ديال الخل، واحد 4 ديال القطرات ديال الخل. ودابا نزينوهم بالسانوج، غير شي حبيبات قلالين ماشي بزاف. نخليهم يخمروا وندخلهم ان شاء الله للفران يطيبوا، خليهم يختمروا يعني ينفعلوا فيهم الخميره، يخمروا مزيان واحد نص ساعه ولا ربع ساعه. هما السوفلي ديالنا بعد ما خمروا هما اختمروا، ان شاء الله ندخلهم للفران هما خمروا انفعلت الخميره فيهم لازمين فهمتي. ندخلهم للفران ان شاء الله باذن الله، نخليهم يطيبوا على خاطرهم يتحمروا مزيان. العافيه مهيله ونرجعوا معاكم. ها هما السوفلي ديالنا بعد ما طابوا البنات، ها انت كيجاو، رجع فيهم الشكلاط، جاو زويونين، هما كيجيو قطنيين، كيجيو غزالين. كيجي فيكم الشكلاط من الداخل، كيجيو زويونين صراحه، كيجيو خفافين، كيجيو زويونين، شتي جايين صراحه رائعين، جايين زويونين هانتي. كيجي معمرين بالشكلاط من الداخل هانتي، كنتمنى تجربوهم صراحه، كيجيو رائعين، كيجيو غزالين،
كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. وما تنساوناش من اللايك والبارطاج وباش اشتركوا في القناه ديالنا وفعلوا الجرس ان شاء الله باش ان شاء الله باذن الله باش يوصلكم الجديد ديالنا. وشكرا لكم ومع السلامه.